والله احنا لنا الشرف الكبير ان نشارك مع اخواننا السعوديين في هذه المناسبة، حتى ان نمثل المنتج العماني وكذلك نمثل التراث العماني بالاخص الحلوى العمانية. مكونات الحلوى العمانية: سكر ابيض، سكر احمر، النشا، المكسرات، الهيل والزعفران والسمن البلدي. والله فكرة الحلوى العمانية مع السعوديين البعض الكثير يعرفها والبعض ما يعرفها، ولكن ان شاء الله اليوم احنا نحاول قدر الامكان ان الكل راح يعرفها باذن المولى عندما بس يوصلنا الى المكان. ان شاء الله احنا معكم، انتم اخواننا واهلنا، وان شاء الله باذن المولى جايين على السوق السعودي باذن المولى حتى ان نقدم الشيء الطيب والشيء الزين.